معروفين انبي المقاولين زمالك والاتحاد السكندري عشان ما نظلمش الادارات العليا. ولو انها لازم بقى لما قلت تعمل ايه، لان بعضهم بيبقى ماسك القطاع او الاداري القطاع او اللي بيسموه مدير القطاع هو اللي عنده اللعبه دي، وفي منهم بيتنقل من نادي لنادي مش ايه هنسيبه بقى لما 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 الاخوه بتوع الكره يحولوه زي ما استاذ جمال قال هذا الورق للنيابه. اللي كان بيعدي الاول ما بقاش يعدي. انا بشكر بس الاول جهاز المنتخب انه ما احرجناش، لانه في البطولات بقى فيه الاسوره من الاخر، اصل كان هيكش مش هتعدي تمام هيروح شكلنا وحش. لكن انت هنا لازم يبقى ضمن قطاع الناشئين والشباب بتاع النادي، اي نادي مش هقول بقى الكبار وبس، عنده الاسوره دي مع الطاقم الطبي عشان ما يجيبليش انا الاخ ده اللي انا ما اعرفش بقى هو قابض ولا عايز يبدو قدام اداره النادي ان جاب لهم بطوله تحت 16 وتحت التوز يا اخي في البطولات اسف يعني. وبالتالي محتاجه احكام رقابه عشان ما تلطكش انت يا صاحب الشعار، ما هيتقال نادي كذا بينما اللي عندك بالتجربه انا عارف الناس هم بقت شغلتهم كده مديرين قطاعات وبيتجول ويقول لك ده ابن جنيه بيجيب البطولات، فتلاقي كل فرقه فيها 2-3-4 فده كلام لا يصلح. خطورة بقى، وانا بقول اهو للدولة المصرية ما تسيبهاش بقى للاخوة خمسة شارع الجبلية دول، ده ما عملوش حاجة على فكرة. الموضوع ده مش متفجر امبارح، ده اعيد فتحه امبارح لانه محدش عمل حاجة. الموضوع ده بقى له شهر ونص ازاي اتحاد الكرة ما حولش الناس دي، ده انا نشره بقى من شهر ونص ازاي ما حولش الناس دي للنيابة، مش لعامر حسين ولا للكابتن سياج الله يرحمه، للنيابة العامة، محرر رسمي خطير خطير، ازاي ما حولهمش؟ يطلع برضه استاذ جمال علام يخاصمك عشان بتقول كده. امال ايه ليه يخاصمك؟ ليه هو ملو مفروض ان هو راجل ملوش مصلحه في الكلام ده، ده المفروض هو اول واحد يبلغ مش هو في لعيبه تم الاستبعاد بقى خلاص. لا مش في لعيبه، لا انا مش عايز هي القضيه ما بتنتهيش بانك تستبعد، هو عشان بعد كده في المستقبل الانديه دي تقف عند حدها او المسؤول، ما بقولش الانديه هي مشاركه، لا في حد مسؤول ممكن اول ما يتكفش. ما ده اللي بضم صوتي لصوت حضرتك واكيد استاذ جمال معانا ان احنا نقول لبقى مسؤولين كبار في الانديه راقبوا الناس دي كلها. هو ليه النادي الاهلي تقدم بكلام رسمي بيطالب بالموضوع ده؟ لانه انا واثق ان انا شغلي كويس. يبقى ايه اللي يخليني اخاف؟ يبقى اذا المفروض على مستوى التنافس بالمناسبه ماتشين ثلاثه خسروا من النادي الاهلي، وكان معلوماتي مرفوعه مذكرات ان احنا كباتن، ولو ان ما حدش يعني قال له خسرت ليه يا كباتن، احنا بنلعب ناس اكبر مننا يا كابتن، يا ريت حضرتك تبلغ الاداره. ايوه وعلى فكره في المراحل بتاع الناشئين وحضراتكم ادرى مني يعني بيبان الفرق جدا طبعا، يعني من 12 ل 14 ل 16 لغايه وقت معين وكله بيتساوى خلاص. بعد كده كله بيتساوى. بس ايه الفايده؟ انت بتستفاد ايه؟ هتستفاد ايه؟ لا بيستفاد ان هو بيكسب بطوله. انا عايز اقول لك وبعد كده الهدف في حلقه انت المفروض المنشود دايما للقطاعات، انت بتطلع للفريق اول في لعيبه دي شغلتها في القطاعات معروفه. الانديه اللي عايزه تكسب بطولات في المناطق يقول له خد فاروق، خد زهير، خد شلتوت. طب انا ممكن نعمل حاجه دلوقتي، خلي الزملاء في الاعداد يطلبوا لك حد من اتحاد الكوره، لو سمعنا في الموبايلات، لو مش سمعنا يقول له يا ابني انتوا طابخين ايه، يقول له طابخين تزوير، يقول لك معلش عندنا اجتماع مش هيرد. ليه ما تفهمش؟ وليه اتحاد الكوره بيعمل نفسه طرف؟ ده هو اللي اعلن من خلال المنتخب انه في كذا جهاز الاهلي. ايوه اللي هو مدير الفني. لو راحت خمسه شارع الجبلايه الدرج انت عارف. انا رايي ممكن يكون في لوم الحقيقه، ممكن يكون في لوم. لن يحسم الا بانه ياخد مجراه القانوني. قانوني صحيح عشان كله خف طبعا. لازم يبقى في رادع للكلام ده. ده حقيقي. استاذ جمال حصل لوم لما الكابتن المدير الفني ابلغ الاداريين لما اكتشف الحكايه عبر طبيب الفريق كابتن علاء نبيل يعني، ولا مدير فني؟ لا مدير فني الفريق. فابلغه علاء نبيل، وبالتالي خرجت للميديا بقى في لوم من مجلس الاداره.